الهاي باس ار سي فلتر بنفس فكرة اللو باس، الفرق الوحيد انك هنا بتعدي القيم الفريكونسيز الكبيرة وما بتعديش القليل. طب هتقولي ما احنا قلنا ان النويز عامة بتبقى عالية، يبقى انا عايز اعدي النويز واسيب السيجنال بتاعتي. لا، النويز هنا مش بالمعنى الحرفي اللي هو الوش اللي بيحصل في السيجنال، اللي هو اللي بيحصل ده مش شرط يكون النويز. هو ده نويز انا عايز اشيله، بس مش شرط يكون كل مرة يبقى انا عايز اشيل النويز ده. ممكن اشيل سيجنال انا مش عايزه، ده يعتبر بالنسبة لي في المسألة بتاعتي اسمها نويز. نويز على الأساس بتاعي هي حالة نسبية، ممكن يكون حاجة كويسة أنا بتكلم عادي بس بالنسبة لحد تاني ده نويز. ممكن يكون أنت دلوقتي متضايق من صوتي فأنت عايز تركب فلتر ما تسمعنيش تشوف السلايد بس، ممكن يبقى بس ساعتها أنا مش النويز اللي هي الوش، لا نويز أنت مش عايزها فأنت ممكن تشيلها. فده بنستخدمها ار سي هاي باس ار سي فلتر بنفس تركيبة اللو باس ار سي، بس الفرق اللي احنا بنبدل ار بي سي دي سيركت يعني ما لناش دخل بيها قوي يعني، بس هنعرف تركيبها طبعا. نعرف هي هنا الكاباستنس وهنا الكاباستور وهنا الريزيستور. تمام، القانون بتاع الاف سي هو برضو الكريتيكال فريكونسي او الاف كات، والفي اوت على الفي ان اختلاف بسيط جدا، انك بتزود ترم الريشيو دوت فوق بس، هو نفس الترم اللي تحت اللي هو اف واحد زائد اف على اف سي كل سكوير والكل باور هاف، وبتزود ترم مكان الواحد اللي فوق بتزوده تخليه اف على اف سي بس كده. هنا في القيم الفريكونسي القليله ما بتعديهاش، هنا فريكونسي قليله ما بتعديهاش بتضرب في صفر، هي الفي اوت بالنسبه للفي ان بصفر. يعني ايه؟ يعني ما بيعديش اي حاجه بالنسبه للفي ان، يبقى الفي اوت بصفر عندي على الفي ان، يبقى دي بصفر يعني ما بيعديش اي حاجه. طب القيم الكبيره؟ لا، النسبه بتاعتي ما يقرب بالواحد، فانا عايز اعدي سيجنال، عايز اعدي نسبه من السيجنال كبيره ايا كان بقى 1.9 مثلا ايا كان. وفي حاجه انا نسيت اقولها في الكريتيكال فريكونسي او الاف كات، ده النسبة ما بين الاف والاف سي. تمام، هي مش باينة من البتاع بس هتبان دلوقتي. لما قلت لك ان هي بتساوي هي الكريتيكال فريكوينسي، هي الفريكوينسي اللي عندها النسبة بتساوي 0.707 اهي. لما تشوف الاتنين بيساوي بعض ان هي النسبة واحد، لو طلعت كده طلعت كده هتلاقي وصلت لحد 7 اللي هي هنا، اللي هي يعتبر 7.07 0.707 اللي هي هنا يعني حتى على الجراف اهو. حلو كده، يبقى دي كده الكريتيكال فريكوانسي او الاف كات بتاعتي. حلو، تعال نشوف مساله بسرعه كده على الهاي باس ار سي فلتر. خلاص احنا شرحنا شويه بنفس الستاندرد فاليو اللي احنا شرحناهم في اللو باس. بيقول لك السيجنال بتاعتي ب 2000 هرتز ويقول لك النويز بتاعتي ب 60 هرتز. هنا من غير ما يقول لك هاي باس انت فهمت ان السيجنال بتاعك هي الكبيره والنويز هي الصغيره، في اللو باس كانت العكس، فانت عايز تعدي الكبير ومش عايز تعدي الصغير. بيقول لك الاتنويشن عند ال 2000 هرتز ب 3 دي بي. هنشرحها دلوقتي ايه هي الدي بي. الاتنويشن عند ال 2000، ال 2000 دي ايه؟ هي السيجنال. فده الاتنويشن بتاع السيجنال، ده الاتنويشن بتاع السيجنال اللي هي ال 2000 هرتز. ايه بقى ال 3 دي بي ده؟ ال 3 دي بي دوت اسمها ديسيبل، دي وحده قياس عاديه جدا، بس عباره عن وحده قياس باللوج. ان الدي بي بتاعتك بتكتبها بالسالب، لما يقول لك الدي بي 3 دي بي، يبقى هي بتتكتب بالسالب، وبتعوض في القانون دوت 20 لوج، ال 20 دوت تبع القانون في اوت على الفي ان. انت عايز الفي اوت على الفي ان بس، هتعوض في القانون دوت بال 3 اللي هي هنا هتبقى سالب 3، ولما تجيب الفي اوت على الفي ان كل اللي هتعمله هنا ال 10 ال 20 دي هتوديها هناك فتبقى سالب 3 على 20، وعندك هنا ال 10 بتاعت اللوج اللي هي اللوج الاساسي هتبقى 10 باور سالب 3 على 20، هتطلع لك ب 0.707. طب الرقم ده احنا شفناه فين قبل كده؟ لا شفناه، ما ده اللي انا قلت لك عليها ساعتها عند الاتنويشن دوت عند ال 0.707 عند النسبة ديت. ساعتها الاف بتاعتك هي بتساوي الاف كات، لما قلت لك ان الكريتيكال فريكونسي مش هعيد الكلام تاني. فانت من غير ما تحل اساسا انت هتعرف ان الاف سي بتاعتك هي الاف بتاعتك، انت بتجيب الاتنويشن بتاعت ال 2000 هرتز صح. فانت لما تيجي تعوض عن 0.707 وتعوض في القانون بتاعها، لو حليت كل دوت هيطلع لك ان الاف سي بتاعتك بتساوي الاف اهي، ان الاف سي بتاعتك على الاف على الاف سي بتساوي 1. فانت ساعتها هتعرف ان الاف سي بتاعتك ب 2000 هرتز بس كده. ليه؟ من غير ما تحل انت عايز دوت، انت شبه قلت لك دوت هو 1 على روت 2، فانت عايز دوت يظهر 1 على روت 2، فخلاص اللي فوق 1 فده بيساوي تحت، ده بيساوي ده، واللي تحت عايزه 2 فاف على الاف سي برضه ب 1، 1 زائد 1 ب 2 باور اللي هي الروت دوت، بس خلاص بقت 1 على روت 2. فانت هتحل على اساس ان الاف سي بتاعتك هي الاف بتاعتك اللي هي 2000. يعني عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان السيجنال بتاعتك هنا
يعني انت متخيل السيجنال بتاعتك هنا، انت عايز تعدي منها ازاي؟ هتعدي منها بنسبة قليلة، هتعدي منها 0.7 بس من النسبة، مش هتعدي 1 بقى و9 من 10 بقى والحاجات الحلوة اللي فوق دي، لا انت هتعدي بالظبط النسبة دي بس. يعني السيجنال عندك هنا والنسبة بتاعتك هي 7 من 10، فانت هتعدي بنسبة 7 من 10 بس. فبيقول لك بقى، هو بيقول لك عايز تحسب الاف سي بتاعتك، وانت يعتبر حسبتها اللي هي 2000، بس هنعيد حسابها تاني لما نستخدم ستاندرد فاليوز. وبيقول لك عايز الار وعايز السي، واحنا قلنا الار والسي دوت احنا بنجيبها بتعويض او بفرض حاجه منهم. فبيقول لك عند الاف ب 60 اللي هي النويز بتاعتك، هتجيب الفي اوت على الفي ان اللي هي ب 60، اللي انا بستخدم بقى بجيب الاف اوت على الاف الفي اوت على الفي ان بتاعت النويز، فبستخدم الفريكونسي بتاعي بتاع النويز اللي هو 60 على ال2000. ال2000 دي مش بتاعت السيجنال، ال2000 دي اللي هي الاف سي، هنا تصادف ان هما بيساووا بعض. على ال60 برضو نفس الكلام بتاعها، هيطلع لك 0.03. ده معناه ان 3% بس، 3% 3% بس من النويز هيعدي والباقي مش هيعدي من النويز. دي حاجة مش وحشة، دي حاجة كويسة. تعالى كمل بقى، انت معاك الاف سي اللي فوق دي اللي هي 2000، فانت تيجي تعوض بحاجة منهم عشان تجيب الار. نفس فكرة المسألة اللي فاتت، انت معاك الاف سي ومعاك ومعاك السي، فرضت السي فعايز تجيب الار، فالاف سي بتاعتك ب 2000 اهيت، انت بتجيب الار اهيت من اول هنا كده، الاف سي بتاعتك ب 2000 والسي بتاعتك عوضها برضو ب 0.01 مايكرو فاراد، وهتعوض في كون هتطلع لك الريزيستنس بتاعتك ب 7.96. هتروح للراجل تقول له عايز ريزيستنس قيمتها 7.96 كيلو، هيقول لك مفيش، خد لك 8.2. انت هتاخدها وتمشي وتغير من المسألة بتاعتك، مش هتغير من الصنع بتاع الريزيستنس. حلو، هو في الريفرنس كاتب انك ممكن تاخد 8.2 او تاخد 7.5، الاتنين ستاندرد فاليو قريبة من القيمة بتاعتك اللي طلعت لك في حياة المسألة دي. فالحياة الواقعية جاب لك هنا في السلايدز ان هي 8.2، هتاخد ال 8.2 وتطلع تحل بيها القانون دوت تاني اللي هو تحت البتاع الرخمة ديت اللي بتروح وتيجي ديت، ممكن نكبر كده سنة. اهو القانون اللي تحت دوت بيقول لك الاف سي بقى بالقانون بتاعك اللي هو دوت، اسف، هيبقى 1/2 باي. هتستخدم الستاندرد فاليو انت فرضتها اللي هي بتاعت الكاباستنس، وهتستخدم الستاندرد فاليو القريبة للي انت طلعتها اللي هي 8.2، هتطلع لك قيمة الاف سي الأساسية أو الحياة الواقعية بتاعت الاف سي. حلو كده، كل المسألة خلصت، جبت الاف سي بتاعتك وجبت الار بتاعك وجبت السي بتاعتك. مش هشرح المسألة دي كاملة، بس أقول لك فكرتها بس، وهي حاجة مهمة، حاجة اسمها الكاسكيد سيركت أو الكاسكيد هاي باس. ده الفكرة بتاعتها إنك بدل ما تعمل فلتر بهاي باس واحد، لا انت بتعمل فلتر بهاي باس وراه هاي باس تاني. ده بيقوي لك الشدة بتاعة الفلتر. يعني بدل ما يكون مثلا نسبتها مثلا نص، هتبقى نسبتها مثلا 7%، 7 يعني 7 من 10 اللي هي هتبقى 70%. يعني بدل ما تعدي من السيجنال 50%، لا انت هتعدي منها 70%. وهنشوف دلوقتي بالارقام هيطلع لك، بس مش هشرحها بالتفصيل عشان الوقت. بيقول لك انت معاك سيجنال 2000 هرتز، ومعاك نويز ب 60 هرتز، نفس ال ومعاك نويز اتنويشن ب 60 دي بي اللي هي ديسيبل. هتطلع هتعوض في القانون، هتطلع لك ان النسبة بتاعتك ب 0.001 دي بتاعت النويز. يعني ايه؟ يعني انت هتعدي 0.001 من النويز، يعني 1/10% من النويز. حلو، دي قيمة مش بطالة يعني، تمام. فلما تيجي تحل وبيقول لك كومبير يعني ما بين الاتنين، هتيجي تحل في الاول لوان ستيج فلتر، يعني فلتر واحد بس، هتعوض بنفس القانون بتاعك خالص بالنويز بتاعتك. دي النويز بتاعتك، ودي قيمة الاف بتاعت النويز بتاعتك، ودي قيمة الاف بتاعت النويز بتاعتك، وهتعوض بالاف سي، وهتجيب الاف سي اقصد، وهتجيب الاف سي هتلاقيها ب 60 كيلو هرتز. حلو الكلام. بيقول لك بقى لما تجيب الاف سي بتاعتك وانت عايز السيجنال اتنويشن اللي هو التقليل من السيجنال نفسها، مش من انت بتقارن ما بين السيجنال، انت ايه الكويس اللي عندك؟ السيجنال، انت عايز تعدي السيجنال، فانت هتقارن ما بين السيجنال. فانت عشان تجيب السيجنال جبت الاول الاف سي بالقانون دوت. الاف سي عامه ممكن يتجاب بالقانون دوت لو معاك معطيات منه، لو معاك النسبه بتاعته معاك الاف بتاعتها، وممكن تجيبه بالقانون اللي هو 1/2 باي ار سي. حلو قوي، الاثنين شغالين يعني، بس كل واحد طبعا دي استخدام او دي يعني وقت انك تستخدمه. بيقول لك بقى في الـ2000 هرتز اللي هي بتاعت السيجنال انت عايز تحسبها، فالفي او على الفي ان اللي انت عايز تحسبها هي الـ2000 هرتز على الفي سي اللي هي ب 60 كيلو هرتز انت جبتها، ونفس الكلام نفس النسبة تحت، هيطلع لك 0.033. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان السيجنال بتاعتك هتعدي منها 3.3% بس. يعني انت متخيل ان 97% من السيجنال هيطير،
انت كده مش هتاخد حاجه من السيجنال، انت كده هتاخد بقايا اللي هو والله يعني خليه لكم 3% دول، فانت مش هتاخد اي حاجه. فده الوان ستيج فلتر، لو لما تستخدم فلتر واحد بس. طب لما تستخدم فلتر جنبه تاني، بافتراض ان النو لودنج، وده هفسره في السلايد الجايه. نو لودنج يعني وانت بتستخدم كل اللي بتعمله انك بتعمل سكور للمعادله، ما بتعملش اي حاجه تانية. يعني انت عشان تجيب الاف سي هتعمل سكور للمعادله بتاعتك، هتطلع الاف سي. عشان تطلع الفي اوت على الفي ان هتعمل سكوير للمعادله عشان تطلع الفي اوت على الفي ان. يعني هنا مفيش نص علشان دي معمولها سكوير، فالهاف اللي هنا هي انا انت عملت فوق سكوير وتحت سكوير، فالسكوير هيروح مع الهاف بتاع القانون. فهيطلع لك في الاخر ان القيمه بتاعت الفي اوت على الفي ان ب 0.53. يعني انت متخيل ان دي بقت كانت 3.3% بقت 53%. انت متخيل القيمه عشان بس استخدمت اتنين جنب بعض. بس ايا كان هي هتقل شويه لما نشتغلها واقعيه شويه. هنا بيقول لك نو لودنج، وانك لما تحط دايره جنب دايره اكيد هيحصل لودنج بين الدايرتين، ما هو اكيد مش هيتوصلوا بسحر. هما هيتوصلوا بسحر في الامبليفاير، بس عامه في القانون هنا مش هتوصل بسحر، فهو هيبقى فيه لودنج. اللودنج ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك لما تستخدم وتقول ان فيه لودنج، كل اللي بتعمله انك بتحل مساله سيركت. فهو هنا لما تيجي تحل مساله سيركت هيقول لك اسيوم اللودنج وسي، يعني بيقول لك اسيوم ان فيه لودنج. فانت لما تاسيوم ان فيه لودنج فانت تحلها مساله سيركت، هتجيب الزد واحد اللي هي بتاعت السيركت، وهتجيب الزد اتنين بتاعت الدايره بتاعت المقاومه، بعد كده الزد واحد هي هي عشان بيقول لك احسب، يعني كان الاتنين بالظبط ايدنتيكال، يعني نفس اللي هنا هو اللي هنا. فلما تحسب الزد واحد والزد اتنين باللي هي القيمه اللي هي ماجنيتيود وزاويه والفيس والفيس والحاجات دي كلها كده، هي مسألة سيركت. والدكتور في المحاضرة كان كل شوية يقول لك ده مش كورس سيركت، فاحنا مش هنتعمق في حل السيركت، فده في النوعين الجايين كمان هيبقوا سيركت، فأعتقد الدكتور ممكن ما يجيبهاش، بس هو شرحها. فبتحل مسألة سيركت عادي خالص، وبتجيب نسبة الفي اوت بالنسبة للفي ان عادي جدا. ما علينا، يعني في الآخر هيطلع لك ان الفي اوت بيساوي 0.36 من الفي ان. هي كانت كام عشان ناخد بالنا؟ هي كانت 0.53 اللي هي دي، هي لا في الاول كانت 0.033 اللي هي وان ستيج، اللي هي من غير اي حاجه تانية جنبها، اللي هي من غير اسمها كاسكيد او تسكيت. ثانيه واحده، اسمها كاسكيتد ار سي فلتر. كاسكيتد يعني حاجه متتاليه، بيقول لك ار سي فلتر متتالي، ده معناها الحرف يعني. مش نرجع تاني، احنا كنا فين؟ كنا هنا. بيقول لك كانت في الاول خالص ب 0.033، يعني هيعدي 3% او 3.3% من السيجنال بتاعتك لما استخدمت اتنين او كاسكيتد فلتر. نو لودنج هتعدي 53%، لما استخدمتها بقى ان في لودنج بس اتنين برضو هتعدي 36%. هي اوحش من 53، بس ستيل احسن بكتير من 3%. فدي فايدة اللي انت تستخدم اتنين ستيج من نفس الفلتر. بيقول لك بقى في حاجه اسمها كده خلاص الهاي باس ار سي فلتر خلص. يعني في حاجه بقى اسمها الباند باس، ده بيقول لك انك بتعدي الفلتر السيجنال اللي في النص. يعني انت معاك فريكونسي قليله ومعاك فريكونسي كبيره، انت هتعدي اللي في النص ومش هتعدي القليل ومش هتعدي الكتير. هتلاقي عندك ممكن يكون مثلا سيستم انت محتاج تاخد الفريكونسي اللي في النص، ما تاخدش الاول ما تاخدش الاخر، فانت ممكن تعمل لها دايره باند باس ار سي فلتر. والقانون بتاعها هيكون عندك 2 اف ال بقى، اللي هي اف سي اللي كانت عندنا دي هيبقى اتنين، هيبقى واحده اسمها اف ال نيابه، او يعني بتعبر عن الاف لو، والاف اتش اللي هي اف هاي. بيقول لك دي قيمه الاف ال اللي هي ار ال ار سي عادي جدا، اللي هي اللو واللو، وهنا الهاي والهاي. دي رموز يعني، مش موضوع، مش شرح يعني حاجه. وبيقول لك في دايره تانية اسمها الباند ريجكت. الباند ريجكت عكس الباند باس، بيقول لك انك بتعدي في الاول وتعدي الاخر وما بتعديش اللي في النص. دي برضو ممكن تلاقي مثلا نظام عندك انت محتاج السيجنال اللي في الاول ومحتاج السيجنال اللي في الاخر ومش هتعدي اللي في النص. بس الفكره بتاعتهم هما الاثنين ان السيركتس بتاعتهم معقده، فاحنا مش هنحل السيجنال بتاعتهم. هو الدكتور ما شرحش اول حته ديت، هو قال لك ان السيجنال دي معقده، وده مش كورس سيجنال. هو بيعرفك بس بالنوعين اللي هم الباند باس والباند ريجكت عشان تبقى عارفهم، عشان يعني بيديك المعلومه كامله بس مش بالتفاصيل بتاعتها كلها. هو فصلها لك في اللو باس والهاي باس، مش هيفسرها مفسرها لكش في الباند باس والباند ريجكت. والباند ريجكت في الحاجه اسمها النوتش فلتر، ده حاجه يعني اسهل
في السيركت بتاعتها بتبقى حاجة شارب كده شوية، مش حاجة شبه ال دي كده، تمام. فهو قال هنا مش عليهم مسائل بس تبقى عارفهم، بس ده كلام الدكتور يعني بس كده. ويكون الفلتر ار سي فلترز خلصوا بالاربع انواع بتوعهم، اتنين علينا بالتفاصيل بتوعهم اللي هم اللو باس ار سي فلتر والهاي باس ار سي فلتر بالمسائل بتاعهم والقانون بتاعتهم، والهاي باس برضو اللي هي الكاسكيدد ار سي فلتر اللي هم اتنين جنب بعض، مرة نعملهم سكوير على طول، انا ما شرحتش بالتفصيل هنا بس مرة هنعمل بسكوير على طول لما يكون نو لودنج، ومرة هنعملهم بالسيركتس لما يكون في لودنج. وفي ممكن نحصل نو لودنج لو استخدمنا حاجة في الامبليفاير اسمها الفولتج فولور، ده اللي بيخش لك بيطلع لك، ده هنشرحه الفيديو الجاي. بس هو عامة يعني اللي بيطلع لك هنا على طول هو اللي بيخش لك هنا بالظبط، فيعتبر مفيش نو لو... يعتبر نو لودنج. فده يعني استخدام الامبليفاير اللي احنا هنشرحه الفيديو الجاي. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت يعني، واتمنى انه ما يكونش طويل، واتمنى تكونوا فهمتوا شويه الفرق ما بين الاف سي والاف والكلام دوت، والفرق ما بين الاتينويشن بتاع الاف سي اللي هو بتاع السيجنال وبتاع النويز، وامتى عايزه يبقى قليل، وفهمنا بتاعه الدي بي دوت قانون بس على طول كده بنعوض بيه ونطلع النسبه، احنا شغالين بالنسبه، القانون بتاعنا بالنسبه، فلو جبنا الدي بي هنشيله هنحطه سالب 3 وبتاع ونعوض ونجيب النسبه بتاعتنا ونكمل شغل. اتمنى تكونوا استفدتوا يعني، شكرا، سلام.